النهارده بنحتفل بذكرى ميلاد الفنان الكبير انور وجدي، نجم السينما المصريه، شخصيه متعدده المواهب منذ العصر الذهبي للسينما المصري. انور وجدي الحقيقه كان ممثل ومخرج ومنتج وفنان عبقري، صنع لنفسه مكانه كده خاصه واستثنائيه في قلوب وعقول الجماهير. على مدار مشواره الفني أبدع أنور وجدي في تقديم أدوار متنوعة تركت بصمة لا تنسى في تاريخ الفن، ونجح في تأسيس نقدر نقول كده إمبراطورية سينمائية وفنية بفضل رؤيته الإبداعية. هي محمد أنه أنور وجدي مش بس كان نجم على الشاشة، لكن كمان هو لعب دور كبير جدا في اكتشاف ودعم مواهب جديدة زي فيروز على سبيل المثال، تبناها كمان فنيا. حتى ليلى مراد كمان كان ليهم دويتوهات كتير قوي مع بعض، ومن أنجح افلامه الحقيقه، وافلام كمان الفنانه الكبيره ليلى مراد طبعا جداً. دي حقيقه، حتى يمكن القصه دي برضو من اشهر القصص في السينما المصريه، ويمكن ده خلى اسمه مرتبط دايما الحقيقه بالفن راقي وبالنجاح لحد النهارده. ولحد النهارده اجيال كتير جدا بتسمع اسم انور وجدي وبتشوف افلام انور وجدي. خلينا نتابع معاكم المزيد عن حياته ومسيره الفنان انور وجدي، ونرجع لحضراتكم على طول. اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير أنور وجدي، الذي يعتبر واحداً من أبرز نجوم وصناع السينما المصرية منذ الأربعينيات. تحب أعمل لك شاي يا أستاذ؟ أنور يا فندم، اسمي أنور. أيوة صحيح، تحب أعمل لك شاي يا أستاذ أنور؟ متشكر. ولد أنور وجدي في عام 1904 لأسرة بسيطة، حيث كان والده يعمل في تجارة الخشب، وانتقلت الأسرة إلى مصر، وهناك بدأ أنور وجدي مسيرته في عشق السينما والمسرح، مستفيداً من موهبة استثنائية جعلته أحد المساهمين الرئيسيين في ازدهار السينما المصرية، سواء كممثل أو كمنتج، رغم رحيله المبكر في الخمسينيات نتيجة مرضه. أنا بقول لك اسمك إيه تقولي لي طوطة وبوطة ومش عارف إيه محطوطة، أنا عايز أعرف اسمك إيه؟ يعني ما انتش حدث؟ لا مانيش حدث. غلب غلبك؟ غلب غلبي. مادموزيل أطوطة. الله، اسمك حلو وكلامك حلو وشكلك حلو. شارك أنور وجدي في 70 فيلماً جعلته من أهم الفنانين الذين مروا على السينما، كما أنتجت شركته التي أسسها في الأربعينيات من القرن الماضي نحو 20 فيلماً اعتبرها النقاد بمثابة علامات مميزة، وكان آخر إنتاجها فيلم أربع بنات وظابط، وأبرز أفلامها التي دخلت قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية هي أمير الانتقام وريا وسكينة، كما كان له دور كبير في اكتشاف الكثير من النجوم الموهوبين. أنت مين؟ أنا حسن الهلالي. حسن الهلالي؟ أيوة حسن الهلالي، اللي رميته في السجن من 20 سنة طمعاً في زوجته. حسن الهلالي اللي شاء ربنا أنه ينتقم منك ويكشف ماضيك القذر أمام زوجتك وأمام ابنك. شكل أنور وجدي ثنائياً فنياً متكاملاً مع العديد من النجوم، لكن مسيرته مع ليلى مراد كانت الأبرز على الإطلاق، وقدما سوياً العديد من الأفلام التي ما زالت محفورة في أذهان المشاهدين. لا مش عارف، قولي أنا مين؟ أنت يوسف. يوسف ليلتك مهببة، ليلتك مطينة، أنت يوسف بتاعك ده. وكان المسرح هو المفجر الأول لموهبة أنور وجدي، وشارك في عدد من الفرق منها رمسيس المسرحية، ثم سرعان ما اتجه إلى السينما ليشارك في فيلم جناية نص الليل عام 1930، وبعده أولاد الزوات وليلى بنت الريف وغيرها من الأعمال المتتالية. أنت مش لازم تسافر من هنا إلا نادية مراتك. المأذون موجود والشهود موجود، عاوز إيه بقى؟ ولا حاجة، بس يعني حاجة غريبة قوي. إحنا دلوقتي الصبح، في حد بنت بتتجوز الصبح؟ وماله يا أخي، ابتكر اتجوز أنت الصبح، بكرة تبقى موضة، كل الناس تقلدك وتتجوز في الفجر. اسمع، أنت تروح تفهمهم كل حاجة وتبعت لنا. مزيكا. توفي أنور وجدي عام 1955 بمرض وراثي في الكلى، تاركاً وراءه رصيداً فنياً ما زال محفوراً في وجدان محبيه.